السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنشرح الدرس الأول هيا نبني تكوين القصور الاعتيادية من المفهوم الأول تكوين القصور وتحليلها من الوحدة التاسعة القصور الاعتيادية من مادة الرياضيات المنهج الجديد الترم الثاني الدرس الأول هيا نبني تكوين القصور الاعتيادية هنا يقول لك استكشف لاحظ كل شكل ثم أتمن هنا عندنا أجزاء الواحد الصحيح العدد الكلي للأجزاء المتساوية هنا عندنا الدايرة مقسومة نصفين يبقى العدد الكلي للأجزاء مساويه اتنين طب هنا مقسومة أربع أجزاء متساوية نكتب هنا أربعة هنا ثلاثة أجزاء نكتب هنا ثلاث أجزاء نكتب ثلاثة هنا خمس أجزاء نكتب هنا خمسة هنا مقسومة إلى 8 أجزاء متساوية نكتب هنا 8 طب هنا عايز منين عدد الأجزاء المتساوية المظللة هنا المظلل واحد فكتب هنا واحد المظلل هنا واحد نكتب واحد وهنا برضو نكتب واحد وهنا واحد وهنا واحد طب هنا الصيغة اللفظية للكسر الاعتيادي هنا واحد على اتنين يعني نصف واحد على اربعة ربع واحد على ثلاثة ثلث واحد على خمسة خمس وهنا واحد على ثمانية سمن طب نيجي للصيغة الرمزية للكسر الاعتيادي هنا عندنا النصف واحد على اثنين والربع واحد على اربعة السلس واحد على ثلاثة الخمس واحد على خمسة السمن واحد على ثمانية أول حاجة هنشوف مع بعض الكسور الاعتيادية أو الكسور الحقيقية هنا عندنا ان الكسر هو جزء من الكل او عده اجزاء متساويه من الواحد الصحيح يبقى الكسر جزء من الكل او عده اجزاء متساويه من الواحد الصحيح طب ايه هو الكسر الاعتيادي او الحقيقي هو الكسر الذي يمكن كتابته على صوره بسط ومقام الكسر الذي يمكن كتابته على صوره بسط ومقام بحيث يكون البسط أصغر من المقام. يبقى الكسر الاعتيادي أو الحقيقي هنكتبوه يعني في صورة بسط ومقام. آد البسط وآد المقام. قال لك بحيث يكون البسط أصغر من المقام. فهنا مديك مثال قال لك واحد على خمسة، تلاتة على أربعة، اتنين على تسعة، سبعة على تمانية، تسعة على تلاتاشر. فملاحظين إن البسط اللي هو الرقم اللي من فوق. أصغر من المقام اللي هو الرقم اللي من تحت، ده اسمه إيه كسر اعتيادي أو حقيقي. هنا جبنا شكل مربع مقسم إلى أربع مربعات صغيرة. هنا يقولنا بملاحظة الشكل المقابل نجد أن البسط هو عدد الأجزاء المتساوية المظللة، ده البسط. مظلل كام هو؟ مظلل ثلاثة يبقى البسط هنا ثلاثة والمقام إجمالي عدد الأجزاء المتساوية. اللي هنا مقسمها على أربع أجزاء متساوية أو أربع مربعات متساوية، يبقى المقام إجمالي عدد الأجزاء المتساوية، وهنا في الشكل بتاعنا أربعة، يبقى هنا البسط تلاتة والمقام أربعة، الكسر الاعتيادي هو عدد الأجزاء المتساوية من الكل، هنا الأجزاء المتساوية المظللة كام؟ تلاتة على أربعة، يبقى الكسر الاعتيادي بتاعنا تلاتة على أربعة، يبقى الكسر الاعتيادي. هو عدد الأجزاء المتساوية من الكل اللي هو تلاتة على أربعة في حاجة اسمها كسر الوحدة إيه هو كسر الوحدة؟ هو كسر بسطه يساوي واحد يبقى اللي بسطه يساوي واحد اسمه كسر الوحدة مثل واحد على خمسة واحد على سبعة واحد على اثنين واحد على ثلاثة اسمه كسر الوحدة وكسر الوحدة هو أحد الكسور الاعتيادية الحقيقية يبقى كسر الوحدة أحد الكسور الاعتيادية الحقيقية، هنشوف مع بعض تدريب واحد، هنا اكتب الكسر الاعتيادي الذي يمثل الجزء المظلل في كل مما ياتي. هنا عندنا دي دايرة مقسمة إلى واحد اتنين تلاتة أربعة، وأربعة هنا يبقوا ثمانية مقسمة إلى تمانية، مظلل كامل التمانية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. يبقى نكتب خمسة على ثمانية. يبقى الكسر هنا خمسة على ثمانية. طب بالنسبة لي ده مقسم إلى ثلاثة أجزاء نظلل منهم اثنين. يبقى نكتب اثنين على تلاتة هنا عندنا المربعات أد واحد اثنين. تلاتة أربعة خمسة نظل الكام من خمسة أد واحد اثنين تلاتة يبقى نكتب تلاتة على خمسة المربع ده مقسم إلى أربع أجزاء متساوية ومظلل منهم ثلاثة نكتب تلاتة على أربعة. طب الدايرة هنا مظل مقسمها أربع أجزاء ومظلل منها جزء بنكتب واحد على أربعة. بالنسبة لتدريب اتنين بيقول لك لون حسب الكسر المعطى كما بالمثال. هنا عندنا عايز مننا نلون نصف المثلث ده فهنلون الجزء ده أو الجزء ده. طب هنا عايز خلينا نلون خمسة على تمانية بنلون احنا الرقم البسط اللي هو من فوق نلون الرقم اللي من فوق هنا عايز خمسة فنلون خمس مربعات مستطيلات من الشكل قدامنا نلون خمس مستطيلات اي خمسة نلونهم يبقى خمسة على تمانية هنا عايز نلون اتنين على خمسة يبقى نلون اتنين اي اتنين من دولة نلونهم بالنسبة للثلث نلون أي واحد من الثلاثة وهنا في المثال بتاعنا مدين مستطيل مقسم لاربع مربعات ملون اتنين في كاتب لك اتنين على أربعة هنيجي نشوف مع بعض تكوين الكسور الاعتيادية والواحد الصحيح باستخدام كسور الوحدة يمكن استخدام كسور الوحدة في تكوين كسر اعتيادي والواحد الصحيح فهنا عندنا الشكل اللي قدامنا بيقول لك خمس زائد خُمس زائد خُمس يعني واحد على خمسة زائد واحد على خمسة زائد واحد على خمسة. يعبر عنه بمعادلة كالآتي: فنقول واحد على خمسة زائد واحد على خمسة زائد واحد على خمسة يساوي كام؟ تلاتة على خمسة. يبقى إحنا نجمع نجمع الوحايد اللي في البسط. نقول واحد اثنين ثلاثة يبقى تلاتة على خمسة. والمقام زي ما هو. فهنا يقول لك: لاحظ أن عند جمع واحد على خمسة زائد واحد على خمسة زائد واحد على خمسة فإننا نحصل على كسر اعتيادي جديد تلاتة على خمسة بحنا عملنا جمعنا الوحيد اللي في الباص بقى تلاتة على خمسة وبالتالي فإن عدد قصور الوحدة المكونة للكسر تلاتة على خمسة هو تلات قصور وحدة يبقى عدد قصور الوحدة المكونة للكسر تلاتة على خمسة هو كام قصور وحدة طيب بالنسبة لتكوين الواحد صحيح هنا مدينا مصط... مربع مقسم من أربع مربعات صغيرة كل مربع منهم يمثل ربع فهنا قال لك واحد على أربعة واحد على أربعة واحد على أربعة واحد على أربعة ويعبر عنه بالمعادلة كالآتي فهنا هنعمل إحنا هنجمعه الأربع رباع فنقول واحد على أربعة زائد واحد على أربعة زائد واحد على أربعة زائد واحد على أربعة هنجمع الوحيد اللي من فوق فيدينا ايه؟ واحد صحيح، الواحد الصحيح عبارة عن ايه؟ أربعة على أربعة. فينا هيقول عند جمع واحد على أربعة زائد واحد على أربعة زائد واحد على أربعة زائد واحد على أربعة، فإننا نحصل على الواحد الصحيح اللي هو أربعة على أربعة، نحصل عليه الواحد الصحيح اللي هو أربعة على أربعة. وبالتالي فإن عدد قصور الوحدة المكونة للواحد الصحيح ذات المقام أربعة هو أربع قصور وحدة. يبقى احنا عشان نجيب عدد قصور الوحده المكونه للواحد الصحيح نبص على المقام لقينا المقام أربعة يبقى عدد قصور الوحده أربعة لقينا المقام خمسة يبقى عدد قصور الوحده خمسة لقينا المقام ستة يبقى عدد قصور الوحده ستة ليه؟ لأن الواحد الصحيح يا واحد على واحد اتنين على اتنين تلاتة على تلاتة أربعة على أربعة خمسة على خمسة ستة على ستة وهكذا البسط كد المقام يبقى البسط والمقام نفس الرقم ده يديك واحد صحيح هنحل مع بعض تدريب ثلاثة أكمل بكتابة الكسر الاعتيادي ثم ارسم نموذج يعبر عن كسر المكون كما بالمثال هنا المثال بتاعنا بيقول لك واحد على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة يساوي كام اثنين على ثلاثة احنا قلنا نجمع إيه؟ البسط نجمع البسط واحد واحد اثنين يبقى على ثلاثة هنرسم تلات مربعات جنب بعض ونلون منهم اتنين ونكتب في كل واحد منهم واحد على تلاتة. طب بالنسبة لي الرقم واحد واحد على ستة زائد واحد على ستة يساوي ايه؟ اتنين على ستة. هنرسم ست مربعات ونظلل منهم اتنين ونكتب في كل واحد منهم واحد على ستة. طب هنا هيقول لك واحد على تمانية زائد واحد على تمانية زائد واحد على تمانية. يساوي كام؟ تلاتة على تمانية طب ونعمل ايه؟ نرسم برضو شكل مستطيل ونقسمه الى تمن مربعات ونكت... ونظلل منهم تلاتة ونكتف كل واحد منهم واحد على تمانية في رقم تلاتة واحد على سبعة زائد واحد على سبعة زائد واحد على سبعة زائد واحد على سبعة زائد واحد على سبعة يساوي نعد الو... اللي في البسط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى يساوي كام خمسة على سبعة ونعمل ايه نرسم مستطيل مقسم الى سبع اجزاء متساوية ونكتب في كل ونظلل منهم ايه نظلل منهم خمسة ونكتب في كل واحد من خمسة واحد على سبعة في رقم اربعة واحد على خمسة زائد واحد على خمسة زائد واحد على خمسة زائد واحد على خمسة يبقى هنا الناتج أربعة على خمسة. هنعمل في الأربعة على خمسة؟ هنرسم مستطيل ونقسمه إلى خمس مربعات ونظلل منهم أربعة ونكتب في الأربعة كل واحد منهم نكتب واحد على خمسة. بالنسبة للرقم خمسة واحد على أربعة زائد واحد على أربعة يساوي اتنين على أربعة. يبقى هنرسم مستطيل نقسمه لأربع مستطيلات ونظلل منهم اتنين وفي كل واحد من المظللين نكتب واحد على أربعة. بالنسبة لتدريب أربعة اكتب معادلة تمثل كسر الاعتيادي الذي يعبر عنه كل شكل مستخدما قصور الوحدة كما بالمثال. فهنا المثال بتاعنا بيقول لك ايه؟ مثال هنا يجيب لك خمس مستطيلات خمس مربعات ومظلل منهم ثلاثة فهنا نقول واحد على خمسة زائد واحد على خمسة زائد واحد على خمسة يساوي تلاتة على خمسة في رقم اثنين الدائرة مقسمة إلى ثلاث أجزاء ملون منهم اثنين فنقول واحد على تلاتة، زائد واحد على تلاتة يساوي اثنين على تلاتة في رقم اثنين جيب لك مربعين ومظللين هما الاثنين فنقول واحد على اثنين زائد واحد على اثنين يساوي اثنين على اثنين يساوي واحد صحيح في رقم ثلاثة هنا المربع مقسم إلى ثمان أجزاء متساوية نظلل منهم ثلاثة فنقول واحد على ثمانية زائد واحد على ثمانية زائد واحد على ثمانية يساوي ثلاثة على ثمانية في رقم أربعة هنا الدائرة مقسمة إلى ستة أجزاء متساوية نظلل منهم أربعة فنقول واحد على ستة زائد واحد على ستة زائد واحد على ستة زائد واحد على ستة يساوي أربعة على ستة في رقم خمسة هنا المربع مقسم إلى أربع أجزاء متساوية مظلل منهم ثلاثة فنقول واحد على أربعة زائد واحد على أربعة زائد واحد أربعة تلاتة على أربعة يساوي ثلاثة على أربعة وبكده يكون وصلنا معكم لنهاية درس النهاردة أرجو تكون استفدتوا معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب الدرس القادم سنشرح الدرسين اثنين وثلاثة اللي هو هيا نحلل ومزيد من التحليل وتحليل هو القصور الاعتيادية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته